صوت الرائع. إذا قلنا صوت رائع نقولوا زهية بن زنجري، أهلا وسهلا بك ومرحبا بك وبصوتك رائع اللي حاضر معنا نهار اليوم. مساء الخير عليكم، ويعطيكم الصحة على الدعوة في هذه الليلة المباركة. وهذه ماشي أول مرة اللي حضرت معكم، وشرف كبير لي نعاود نحضر معكم في هذه الليلة. الشرف الكبير أنه أنت تكوني حاضرة معنا وتنوري بلاطو الناس دي زاد. وأنا قلت الجمال كله حاضر بالأزياء التقليدية الجزائرية، ومع السيدة زهية بن زنجلي، واحدة من المبدعات في عالم التصميم، فايزة أونتري بوزار، المصممة الجزائرية. مرحبا بك وصحة فطورك. الله يسلمك، شكرا جزيلا على الاستضافة. صحة فطوركم وصحة رمضان لكل الجزائريين في الجزائر وفي أنحاء العالم. ربي يخليك. شكرا على حضوركم والشيء الجميل واللي طبع قعدتنا اليوم، الأزياء الجميلة اللي رانا نشوفوا كل واحدة فيكم نورتها. ربما أول شيء نبدأ بك معاك فايزة، نشوف باللي اللباس التقليدي في كل مرة، حتى الجيل الجديد ولا الجيل الصغير، ولينا حتى أنه نحبوا نخرجوا مع التطور اللي راهو فيه، ولينا نحبوا نخرجوا ونبينوا في كل مناسبة، نحبوا نستغلوا هذه المناسبة ونكونوا. ونراهو الآن اللباس التقليدي في اللباس العالمي. في اللباس العالمي الحمد لله نقدر نقول هذا العام أنا فخورة جدا، لأني نقدر نقول بلي بعت الكرك وديته معايا الأمريكا ولبست ديز اكتريس امريكان تاع هوليوود. راني فخوره كثير لانهم لبسوا الكراكو على الاقل، اولا الكراكو معليش، ومن بعد نشوفوا ان شاء الله علاش القندوره والبلوزه مالك. صح، وهذا العام تنقدمتي وحده من تشكيلات المميزين، راح نحكيو على تشكيله جديده تاعك. صح سيده زهيه بن زنجلي، من الفنانات اللي ديما على المسرح متأنقة ومتألقة بزي التقليدي الجزائري، احكي لنا على إطلالاتك، وانت كنت حاضرة على المسارح خلال هذا الأسبوع، احكي لنا تانا على هذه الحفلات اللي قدمتيهم في الجزائر. كما جرت العادة في شهر رمضان تكثر الحفلات وخاصة الحفلات الأندلسية، وكان لي شرف أني قدمت حفل بالمسرح الوطني لمحي الدين بشتارزي، وكان متبوع كذلك بحفل آخر في جنان الفايت. وكعرف في رمضان عندنا برنامج يوالم هذا الشهر خير من مره، ماش تاعنا خيرهم بالاغاني ولا البرامج يتناسب هذا الشهر. صح. الفضيل كنت قدمت النوبه وقدمت الحوزي والمديح. المديح مطلوب وضروري جدا في شهر. صح. رمضان، والشيء هذا يستجيب ليه الجمهور. صح. يعني نحب هذا النوع من البرامج في شهر رمضان، وحنا نخمو توجو في الجمهور تاعنا، نحبوا نلبي والرغبه تاع الجمهور تاعنا باش يقعد يتجاوب معنا بكل باستمرار. يعني صح. ربما الاناقه مهمه مليك لاي فنان، ومشكيتش لكل المبدعين ولا اي واحد مصمم انه ما يلبش جوهره مثلك سيده زنجلي، انه اكيد انه انت تطبعي اللباس وتشرفي انك تمثلي اللباس التقليدي. أما بما حكينا احنا على المديح الديني، شفنا اخر كليب تاعك اللي بدينا به اليوم قعدتنا متفائل، هو شيء جميل، هو اخر انتاجاتك. وين نلقاو المديح الديني الا في رمضان ولا دائما؟ شفنا باللي ربما الان الصوت والصوره شيء جميل انك تعمل كليب في المديح الديني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، احييكم بتحيه الاسلام ومشكور جزيل الشكر على هذه الدعوه الكريمه الطيبه مع هذه الوجوه النيره كما قلنا. شرفتنا ما شاء الله، مشرفين بحضوركم انتم ما شاء الله. يبقى المديح الديني او الكلمه الملتزمه الاصيله في الاونه الاخيره الحمد لله من حوالي 5 سنوات اصبح الانشاد مشيت في المناسبات، بالعكس اصبح الانشاد في ولا مودرن جورد ولا نحيو به الازفه خاص اون بو دير كوتورتون، فهمتي؟ دوكا سواء الاقامه الجامعيه ولا الازفه، الحمد لله حتى ولينا مثل الجزائر في دول عربيه اخرى. مؤخرا كنت في كوالالمبور عاصمه ماليزيا، كان عندي احتفال تما مع الجاليه الجزائريه بدعوه من رواد التنميه الاقتصاديه. بعد مباشره بعدها دخلنا البرنامج تاع رمضان، برنامج حافل، كان عندي عده حفلات كما نقول لك مباشره تلفزيونيه، وكذلك مع عده جمعيات. وإذا اكتبر إن شاء الله حيكون عندي احتفال مع ديوان وطني الثقافة والإعلام يوم 11 جوان اسمه الاثنين، إذا اكتبر بي رانا قول بلي رانا فيها، جينا مباشرة لعدكم. وإذا اكتبر بي إن شاء الله مباشرة بعد رمضان عندي حفلات في تركيا وفي مصر بإذن الله. ويبقى الإنشاد رسالة ووسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية. أكيد. وأنا نظن اليوم حضور المرشد بشكل عام في الساحة الثقافية والفنية راهو بارز أيضا، واللي لله. بارز في عالم الأزياء فايزة أونتري بوزا، كما قلت في البداية مؤخرا قدمتي تشكيلتك الجديدة. قبل ما نروح ونكتشفوا إبداعاتك اللي حاضرة معنا اليوم، احكي لنا شوية على هذه التشكيلة، واش يميز تشكيلات فايزة أونتري بوزا؟
تشكيلات بصفة عامة. أنا عندي على الأقل تشكيلة واحدة في العام على الأقل، ولكن هذا العام والعام الماضي عملت تشكيلتين في العام. أنا فخورة بهذا الشيء خطر هو عمل كبير، وأنا نشغل معايا النساء بزاف، وهذوك النساء نشرفهم دائما ونشكرهم، لأنهم هما بلا بيهم ما نعمل حتى حاجة. دائما نقول لهم شكرا جزيلا، ونقول لهم لازم نكملوا في هذه المبادرة دائما دائما. لا كوليك صوت هذا العام اسمها فصل المحبة. وعلاش سميتها فصل المحبة؟ لأن كانت خرجتها جست قبل رمضان. صح. ورمضان نعرفوا بلي هو فصل، هو شهر المحبة والمودة والمحبة. ما نتكلموش بزاف على المحبة. أنا دائما في في الكوليكسيون تاعي دائما عندك ان تيم، نعمل نحكي حكاية في كل كوليكسيون، نحكي الحكاية. وهذا مرة حبيت نحكي على التراث العربي باللغة العربية. كنقرانا مع الزميل على الإنشاد، ولكن نحب الشعر العربي ونحب الموشحات العربية. ودائما عندي نقطة نزيدها. الناس يقولوا لي هذه أزياء، واش دخل الأزياء مع الشعر؟ ولكن أنا نعطي قيمة للشعر، والمرأة الجزائرية بصفة خاصة تحب الشعر وتحب الثقافة وتحب الفن. صح. وهذا الشيء كامل يعاونها في الأناقة. أكيد أنه أي فنان ولا أي واحد يعني يكون مصمم لازم يكون عنده إبداع، ولازم يطلع على كل الثقافات باش يمزج ثقافته باش يطور، لأنه اللباس كذلك هو ثقافة ودراسة وتاريخ. موش أنك تجي تزيدي خيط ولا تزيدي لون تقولي أبدعت. فالمصمم لازم يبدع في أفكار جديدة وين يوصلها للجمهور. والمصمم يتعلم تانيك مع الفنانين، وحتى المصمم يتعامل مع الفنانين. يعني نشوف انا والاستاذه كيما الفاضله ما شاء الله، كيما انا شفت اللباس روعه. انا واحد من الناس كيما كنت معجبين بالخدمه تاعها، وقلت لها اذا سي بوسيبل يكون عندي عمل معك انت صافي ديزير. يعني مرحبا بك. هذا ونظن هذا هو الابداع، ما عندوش حقول مختلفه، والاهم شيء كيما قلت تكون كاين رساله. وهذا الشيء ينطبق تاني على الموسيقى. سيده بنزنجلي، اخر مره التقينا كنت قدمتي البوم جديد، حبيت نسقسيك على جديد وقتاش؟ حبيت ندير إضافة بك على الأزياء، يعني ضرورية جدا خاصة في النوع الأندلسي. وهذا اللباس اللي لبسوه حنا ديجا يزيد القيمة للفنان. أكيد صح. خاطرش الفنان ماشي غير الصوت فقط، الصورة، ويعني الجمهور يجي يشوف ويسمع. صح. إذا حنا نختاروا بدقة اللباس اللي يولمنا باش يزيد تاني يزيد الجمال ويزيد الصورة وطلة الإعجاب. فوالا دونك نخيروا هذه الألبسة، والحمد لله راهم هنا المبدعين والمبدعات باش يديروا لنا على شاك فوا دي تيني اللي يولمون. فوالا نجوزوا بهم في الحفلات، وحاجة مليحة. ونتبعوا توجور التقاليد تاعنا ونحافظوا عليهم. إذا ما تكون يعني لمسة جديدة وحديثة، يقعد لباس تقليدي بين بلي لباس تاع الموسيقى الأندلسية. ولا نرجع على يعني اول مره جيت ليك سيتي بور البوم فلوريليج اندالو. صح. وراني مع الدوزيام البوم السي دي، الدوزيام سي دي سي دي، راني ماخذ معاه الوقت اللازم باسكو حبيت يكون احسن من الاول. احنا دائما نحبوا نحسنوا العمل تاعنا. صح. كانت عنده القيمه تاعو فيه البرنامج تاعو، حنا نزيدوا ان شاء الله اكثر، وباذن الله يخرج في الوقت المناسب ان شاء الله. لانه ماشي سهل انك تقدمي كما سبق وذكرت وعرفتك انه هو جمهور النخبه، الناس اللي تسمع، الناس اللي تحب، لانه في اللي يخرجوا كل يوم اغاني عندهم ربما الموسيقى اكثر ضجه من انك تبعتي كلمات. لكن في الاغنيه الاندلسيه على عكس الكلمات هي والرساله اللي ممكن توصليها سيده زنجلي. انا ما لقيتش وقت اني باش نشوف اللباس تاع سيده فايزه، خصوصا انه عطت لنا العنوان وشوقتنا خلال الفكره، شوقنا باش نشوفوا ابداعاتك في هذه التشكيله. نروح نشوفوا اول تصميم راهو حاضر معنا اليوم مع العارضه لينا، اللي نطلبوا منها انها تتفضل على انغام الموسيقى الجزائريه اذا كان ممكن. هذا اللون الملكي بلوغوان سموه، هو الأزرق الملكي. اللون الأزرق هو مهم كثير في الثقافة العربية والإسلامية. دائما القاضفة، دائما نسموه الكراكوب القاضفة، وسروال جزيري مدور. ولكن هذه المرة بدأت حاجة جديدة، عملته بلوغ دون زاد دو سوا، حاجة جديدة باسكو
لازم يكون عنده قيمه و... لازم ناخذ راي السيدات امينه وعاد وسيده بنزنجلي. نبدا بزميلتي امينه، واش رايك في هذا الزي؟ انا ربما اللي ما بيتش ربما كان مصممه على بالها باللون الازرق، اللي يحبوا اللون الازرق اللي يحبوا انهم يكونوا متميزات، فاللون هو اللي يقول لك اللون الملكي اللي يعطي ربما قوه شخصيه للمراه. انا من الالوان اللي نفضلها كثير بزاف هذا اللون او ايضا. والسيده زهيه عجبك تاخذيه في الحفله الجايه؟ ما شاء الله تحفه تحفه فنيه، ويعني مام الانسجام في الالوان المغياج دي كولور تري تري بون. حتى الرشمه، الرشمه هي رشمه قديمه جزائريه العاصمه، ولكن طرزتها بصفه جديده نقولوا. هو الطرز دائما باليد، عندنا نخدموا مع النساء اللي نخدموا معاهم وال صح. مالك ربما اللي ربما عجبني اكثر، حنا ننساش نموتوا على الحوايج، الحاجه اللي عجبتني كدونتي اللي شفتوه من الفوق، ربما هذا الشيء اللي يميزه اكثر. علاش ربما اخترتي انك تعملي له دونتيل؟ انا نحب لا دونتيل بصفه عامه، خاطر احنا اون اون كولتور كي كومون بروش من اوروب، ولا دونتيل نصيبوها فاسيل في التقاليد تاعنا. عندنا مثلا هاديه شبيكه، هذه يعيطوا لها المحرمه تاع الشبيكه، ولكن سي اون دونتيل، سي اون دونتيل تاع الجزائر العاصمه، ولا تاع شرشال ولا مديه وقليعه، مي سي اون دونتيل معروفه اكثر من شرشال والبليده هما اللي معروفين، يعني تاع الوسط يعني في الوسط. بالك هذه التفاصيل، هذه التفاصيل الصغيره هي اللي تمد قيمه التصميم. صح، وتصميم مهم جدا. صح، الموسيقى تاعنا مهمه واطلاله الفنان مهمه. حسن، اليوم انا نشوف منشدين يسيروا العصر هنا ويطلوا بطريقه جديده، بالك هذا الشيء هو اللي خلى الانشاد يخرج من الزاويه الصغيره اللي كنا نعرفه ويخرج للعالميه، وكما قلت كاين منشدين معروفين عالميا. اكيد بالطبع، الان اصبح الانشاد الان صوت وصوره، يعني حتى كما نقول لك دوكا لك لبسات، انا فريمون نقول لبسات المنشد الموضه على حسب العصرانه دوكا بيان سور. دوكا لبسات 2015 ماشي كيما لبسات 2018، شاك اني كاين شوفي تخش نوفو ستيل، المنشد يطلع بحله جديده سواء في الاداء او في اللباس او حتى في الالحان والموسيقى، وخاصه في تصوير الفيديو كليب. صح. اصبح الفيديو كليب فيلم صغير، يعني سيناريو واداء. الحمد لله الجزائر تفتخر باصوات شجيه لا تحصى ولا تعد، ومثلت مثلت كما نقول لك مثلت الجزائر في عدة دول عربية أخرى، وأنا على حسب كما قلت التجربة تاعي في دول أخرى أنهم ينبهرون. مثال دوكا تروحي أنت لماليزيا تلقاي واحد يخدم أندلسي، منشد ماليزيا يخدم أندلسي، أنا نقول لك بلي ما تلقايش امبوسيبل يتقن طبعا الأندلسي، سواء أندلسي ولا مالوف ولا عاصمي ولا حتى اللون الخماسي. تقعد اللغة هي اللغة العالمية اللي ربما يقدر يفهموها كل الشعوب، لأنه مش اللغة هي اللي تمنع أنك. صح. شفنا باللي هناك فنانين عالميين ويقدروا يدخلوا ويخلدوا اسمائهم حتى في الجزائر، هذا ما يمنعش انه الفنان يكون عنده تبادل ثقافي. سيدة زنجلي، شفنا انه هل ربما الفنان كما شفنا ماشي في كل الطبع خصوصا الطابع الاندلسي، صعيب باش واحد ولا اي سيده انها يقعد اسمها يمشي لسنوات، ما هو سر ربما نجاح سيدة زنجلي في كل مره اسمها من بين الاوائل سيدات طابع الاندلسي؟ هي اولا يكون الفنان يبين بلي راهو يحب الشيء اللي يدير فيه باش يكسب ثقة واحترام الجمهور، يعني باش يقعد يتبع فيه يبين له بلي هذا الفنان راهو يخدم وما راهوش برك كما نقولوا حنا يسلك. صح. يقدم الحاجة، يعني كي يكون عنده حفل أو عرض ولا يحضر حفل وهذا الفنان راهو وجد له برنامج يكون في المستوى المنتظر. احنا كنقولوا الموسيقى الأندلسية يعني ضروري نخموا على النوبة، دونك الجمهور كي يجي يحضر الحفل راهو يستنى بلي الفنان راح يقدم له النوبه، ماشي يكتفي بهذوك اللي نقولوا مقاطع مقتطفات من البرامج الخفيفه هذيك ويقول خلاص انا درت حفله و نو. صح. دونك الواحد يحترم الجمهور تاعه ويمثل احسن تمثيل الفن اللي خير، باسكو الموسيقى الاندلسيه ماهيش سهله وراهي مسؤوليه، باسكو الفنان راهو يدافع على الهويه تاعنا، يمثل الهويه. دونك كي باش نقولوا يسونجاج في هذا الفن لازم يكون واعي بالمسؤوليه هذه ويبقى. صح. في المستوى تاع هذا عليها قلت لك كان الانسان يحب يضمن الجمهور تاعه ويحافظ على الاسم تاعه، يحترم المبادئ اللي طلق منها ويزيد يحسن اشاك يحسن العمل تاعه باش كل مره نكتشفوا باحسن مستوى واحسن صوره.
ان شاء الله. وهذا انت راكي تديري فيه من خلال البوماتك ومن خلال حفلاتك، وايضا ترقيه التراث الجزائري هم مهمه المصممين. بصح فايزه بالك اليوم كاين اتهام للمصمم الجزائري، يقول لك علاش كلهم راحوا في التقليدي، علاش ما كاش ابتكار، ما كاش لو بريت ابورتي، ما كاش مصممين يختصوا في هذا المجال. دونك نقول لك صح انا ماذا بيا نعمل بريت ابورتي، ولكن عندنا مشكل. انا دائما كل ما نجوز في لي بلاطو تيري نقول لهم عندنا مشكل، ما عندناش الكومبيتونس، ما عندناش اليد العامله اللي تقدر تعاوننا باش نخدموا في كنخمو بصفه اقتصاديه نسيبو ملي تخصنا اليد العامله. ما كاش اليد العامله، انا ماذا بيا نخدم، نخطر احنا نحبوا نساعدوا الاقتصاد الجزائري ونستهلكوا غير المنتوجات الجزائريه، ولكن المشكل هو اليد العامله ما كانش باش نقدروا نعملوا لي بريت ابورتي. هذا هو المشكل الاول. عندنا الناس يعرفوا الصنعه، يعرفوا الطرز التقليدي، على بها نروحوا في هذا المجال. ربما كما قلتي، بما انك ذكرتي وقلتي حطيتي كما نقولوا حنا الجرح الملح على الجرح، قلتي ما عندناش الناس اللي تحب تخدم، لانه نشوفوا خياطات مؤخرا، اعتذاري الكريم لكل الخياطات، نحن نحترموهم، لكن كل الخياطات اصبحوا في كل مره لما يطلوا في البلاطوهات ولا يعطوهم فرصه تقول لك انا مصممه ازياء، الخياط ولا اللي يخيط يعني الملابس ويرقعها يولي مصمم، فهذا ما لازمش. انا مثلا انا مش خياطه، انا مصممه ازياء ولكن مانيش خياطه، ونقولها بصفه عاديه، انا ما نعرفش نخيط، انا نعرف نصمم، نعرف نفكر ديزاين. كيفاش ديزاين نقول لك هذا يوالي مع هذا، هذا ما يوالمش، ولكن عندي معايا الناس يخدموا، هما الخياطين، هما لي موديليست، وهما اللي عندهم لا كاباسيتي باش يقدروا يخيطوا كل واحد والخدمه تاعو. وهكذا من المفروض يكون مصمم الازياء الحقيقي. احنا مازال راح نكتشفوا ابداعاتك، ومازال راح نسمعوا سيده زاهيه بن زنقلي وحسن، بصح مازال تن عندنا ضيوف واحد اخرين، وعندنا مختصه في صناعه الحلويات التقليديه الجزائريه، وايضا فقره الديكور مع امال، بصح بعد فصل غنائي صغير. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي نبيك، رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني لي. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي نديك، رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني لي. قلبي نور ويقين، اغفر ذنبي انت الكريم واملا قلبي نور ويقين، تايبنا لك يا عظيم اخذني يا ربي فيك، تايبنا لك يا عظيم اخذني يا ربي فيك. يا طه الأمين محمد خير المرسلين، شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين، اسقيني بيد في يوم الدين ورويني بعد نظر لي، اسقيني بيد في يوم الدين ورويني بعد نظر لي. يا مولانا يا الله
ربي انا بنيديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك.